السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة بعنوان ازاي افطم الزغاليل او افطم الفروخ بدون مشاكل. في الاول حابب اعرف المشاكل او نقول المشاكل اللي ممكن تقابلنا في وقت الفطام بتاع الفروخ. في مشكلة وهي ان انت ما بتبقاش متأكد هل العصافير دي الصغيرة لو فطمتها عن اهلها وحطيتهم في مكان تاني لوحدهم في قفص صغير او في المطار او في اي حاجة، هل الطيور دي قدرت ان هي تعتمد على نفسها بشكل كامل ولا لأ؟ هتعرف تاكل لوحدها ولا لأ؟ هتعرف مكان المسقة وتشرب ولا لأ؟ وهكذا. فبتبقى خايف لان الموضوع ممكن يتطور، انك لو عزلتهم او يعني فطمتهم في توقيت غلط وما كانوش لسه جاهزين، ممكن لو جيت رجعتهم تاني للأهالي يضربوهم وممكن يموتوا. فدي مشكلة خطيرة. المشكلة التانية برضو ان انت لو اتأخرت في الفطام والأهالي عايزين ان هم يعني يعملوا عش تاني، فممكن برضو بعض الأهالي بتضرب الزغاليل الصغيرة وتعورهم وممكن تموتهم ويحصل موضوع الافتراس. طيب يبقى احنا عندنا حاجتين خايفين منهم، ان احنا نفطمهم قبل الميعاد او نتأخر ونفطمهم بعد الميعاد. واحيانا بيكون استعجال الاهالي ده وعايزين يخرجوهم من العش ويكون اصلا لسه ما جاش ميعادهم، فنعمل ايه ساعتها في المشكلة دي؟ اول حاجة لو انت جديد معانا في القناة ما تنساش تشترك معانا في القناة وتفعل الاشعارات عشان خاطر لما ينزل فيديو يوصلك، وما تنساش اللايك والشير والتعليق الجميل علشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. ويلا بينا نصلي كده على النبي ونفتح العش ده ونحكي ازاي نفطم الفروخ بدون مشاكل. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. زي ما انتم شايفين عمر الفروخ هنا، يعني عمر الفروخ هنا ممكن نقول حاجة وعشرين يوم، حاجة وعشرين يوم. وفي بعض في ممكن الكبير بتاعهم يكون قرب من عمر الثلاثين يوم. ده الكبير بتاعهم، شايفين ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. الأم اهي دخلت علشان خاطر قلقان عليهم. طيب طبعا لازم تكون محافظ على نظافة العش من جوه علشان خاطر الحشرات وعشان خاطر الامراض والكلام ده، وعشان خاطر زي ما قلنا قبل كده ان الفضلات لما بتلزق في الرجلين او في المنقار او حتى في المكان اللي بيخرج منه الفضلات وهكذا، كل دي مشاكل ممكن تعمل مشاكل كبيره للفروخ. طيب انا عايز افطم، ايه الميعاد او التوقيت اللي انا المفروض افطم فيه؟ ما ينفعش اقول لك ميعاد محدد. ليه؟ لانه بيفرق من فرخ لفرخ. عامل بالظبط كده زي الاهالي، يعني الاطفال، في طفل بيبتدي يمشي في سن سنه، في طفل بيبتدي يمشي بعد سن سنه، في طفل بياكل بيبتدي ياكل الاكل ويستغنى عن اللبن بتاع الام بعد سن معين، وفي طفل تاني بيتاخر وهكذا. يعني من الاخر الموضوع بيكون متعلق بفكرة ان انت يعني استعداد الزغلول ده او استعداد العصفور ده انه يتفطر. طيب بالتقريب بيكون من امتى لامتى؟ من عمر 30-35 يوم، ممكن يوصل ل40 يوم. يعني بنتكلم في من شهر ل40 يوم، ده اللي هو الايه المتوسط، المتوسط بتاعنا. طيب العلامة بتاعتي بقى علشان اخد القرار ده، علشان اخد القرار بتاعي ان انا افطم، ايه هي العلامة بتاعتي؟ ان انا اشوف الزغلول بيمد منقاره كده في الحبوب وبيحاول ان هو ياكل، يبقى دي العلامة بتاعتي. شوف الزغلول بدأ يمسك الحبوب كده وبدأ يحاول يقشرها، يبقى ده بالنسبة لي خلاص ممكن ان انا افطمه. بديله برضو كمان يعني بعد ما بشوف المنظر ده بديله يوم يومين ثلاثة، يعني ان انا اشوفه عمل الحركة دي كذا مرة مش من اول مرة يعملها اروح واخد القرار ده. طيب يبقى باخد القرار بعد ما الزغلول بتاعي
يبتدي يمد بوزه في الاكل ويحاول ان هو ياكل. طيب انا بساعد بقى، ليا دور ان انا اساعد في ده؟ اه ليك دور ان انت تساعد في القصه دي. ازاي بتساعد في القصه دي؟ بان انت بتقدم وجبات الطري، يبقى فيه الحبوب المنقوعه والمثبته قدامهم باستمرار، الوجبات اللي هي فيها الخضروات والفاكهه وهكذا. ليه؟ علشان دي بتساعد تبقى سهله على الفروخ، بيكون لسه بيتعلم ومنقاره لسه بينشف، فانت بتسهل عليه القصه دي. طيب برضو الدخن من الحاجات اللي طريه شويه، مش ناشفه بنفس القدره بتاعت او نفس النشفان بتاع الحبوب التانية، بتبقى سهل عليه شويه. طيب اساعد ازاي بقى؟ بحط دايما زي ما قلنا قبل كده ان احنا نحط دايما حبوب الدخن، الاعدام بتاعت الدخن دي نحطها فين؟ نحطها في العش من جوه، من والزغاليل صغيره. ليه؟ الام بتاكلها قدامهم وهم لسه صغيرين، فبيتعلموا وبيشوفوها. بعد كده لما بيبتدوا يكبروا شويه بيبتدوا يحاولوا ويجربوا ان هم ياكلوا منها. بعد كده هيبتدوا وهم في العش قبل ما يخرجوا يبتدوا ياكلوا منها، وبعد كده لما بيخرجوا بره العش بيكونوا اتعودوا بنسبه كبيره. طيب دي حاجات انا بعملها علشان خاطر اسهل او اسرع من فطام الفروخ، ان انا اقدم حبوب مستنبته، اقدم وجبات طريه، وان انا احط عود عيدان الدخن في العش من وهم صغيرين، وبرده لما يكبروا ابتدي برده يعني احافظ على ان دايما يبقى فيه عود دخن موجود جوه العش. طيب ده العلامه بتاعتي، احنا كده قلنا العلامه بتاعتي امتى افطم الزغلول بغض النظر عن عمره، بفطمه لما بلاقيه بيبتدي ياكل لوحده. ده الفطام الاختياري اللي هو الدنيا تمام ما عنديش مشاكل، بس انا بختار التوقيت اللي انا هفطمه فيه، فتوقيت هنا اختياري، لان هنتكلم بعد كده على نقطه تانية وهي الفطام الاجباري، امتى بضطر افطم الزغلول. طيب يبقى بدا ياكل، وبساعده ازاي؟ قلنا بنساعده ازاي بان احنا بنقدم الحاجات التانية. طيب دي الجزئيه بتاعه الفطام الاختياري. الفطام الاجباري بقى اللي هو ايه اللي بيحصل؟ لو عندي الاب بدا يضرب، عايز يتزاوج مع الام مثلا، وبدا يضرب الزغاليل عشان يخرجهم من العش، علشان هم دول اللي مانعين القصه بتاعه ان ايه؟ انه يكون عش جديد. شفت الموضوع ده؟ يبقى دي بالنسبه لي علامه خطر. ايه تاني؟ ان الام هي اللي بتضرب زغلول من الزغاليل، ممكن بتضرب الكبير بتاعهم او حاجه، ده الشائع اكتر، يبقى دي برضو علامه خطر. طب والله بتضربهم وعمرهم والعلامات بتاعه الفطام موجوده ويقدروا يعتمدوا على نفسهم، يبقى حفظهم. طب والله بتضربهم في عمر بدري سواء الام او الاب، يبقى انا هنا لازم اتدخل. بتدخل ازاي بقى؟ لو انا عندي خبره بان انا اكل يدوي، بطلعهم باخدهم وباكل يدوي وبتعامل معاهم لغايه ما يقدروا ان هم يبقوا كويسين ويعتمدوا على نفسهم. او لو انا عندي جوز تاني حنين، جوز حنين وبياكل الفروخ حتى اللي عمرها كبير وعنده فروخ في نفس العمر، يبقى ممكن احطها معاهم. طيب او ان انا امنع القصه دي من ان هي تحصل من بدري، يعني مثلا الجوز ده عمل القصه دي عندي في العش ده، جه العش اللي بعده انا عارف ان هو ممكن يعمل كده، فامنحها من بدري. بمنحها ازاي بقى؟ بان مثلا قبل ما الزغاليل تكون يعني تكمل عمر ال 20 يوم مثلا او ال 25 يوم اللي هو السن اللي بيبتدي يحصل فيه المشاكل مثلا، اروح شايل الانثى. هشيل الانثى، ما تخافش، شيل الانثى وحطها في مطار تستعيد كده عافيتها وتظبط وزنها وتبقى رشيقه كده، وتسيب الفروخ ساعتها مع الاب. طب الاب هياكلهم؟ الاب باذن الله هياكلهم، وهياكلهم احسن كمان ما الانثى بتاكلهم. الاب في التوقيت ده بياكل، بيكون حنين جدا على الزغاليل. طيب يبقى دي الطريقه اللي ممكن احمي بيها القصه دي من ان هي تحصل اصلا. طب حصلت ومعنديش خبره في التاكيل اليدوي، ومعنديش
فروخ تانية ان انا اكلها، يبقى ساعتها هشيل برضو النتاية. يبقى احنا قلنا لو عندك اهالي تانية، جوز تاني حنين وبيأكل الفروخ حتى في العمر الكبير، هتحط له الزغاليل دي وتعمل قصة الوقاية بتاعت ان انت تعزل الانثى ده في العش اللي بعد كده. طب ما عندكش بقى، يبقى هتضطر ان انت برضو تعزل الانثى وتسيب الذكر معاهم وتراقب، وتراقب القصة دي، وتحاول لو هتعزل الانثى في الحالة دي ما توريهاش للذكر. ليه؟ علشان ما يبقاش اهتمامه كله بان هو بيشغلها من خلال الاقفاص، تمام، ومش مهتم بالايه، بالفروخ. يبقى كده اتكلمنا على ميعاد الفطام، على التوقيت، على العلامات بتاعة الفطام، اتكلمنا على الحاجات اللي بنعملها علشان تساعد وتسهل عملية الفطام، واتكلمنا على المشاكل اللي ممكن تقابلنا في الفطام وحلها. لو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش اللايك والشير، واكتب لنا تعليق، واشوفك في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.